الفريق راه نقول لك راه يتحسن، لا شارج راه تنقص تاع الفريق راه يتحسن، الفريق راه نقول لك راه 70% راه رانا كيما نقول لك على بالنا الفريق راه 70% التشكيله اللي نعرفوها، مي مازال لنا واحد ثلاث مقابلات ان شاء الله ولا زوج مقابلات ان شاء الله نكونوا في المستوى المقابله الاولى تاع البطوله. شويه صعيبه ولهذا حنا رانا نمشوا كما يقولوا خطه بخطه، ان شاء الله ربي يوفقنا ونفرحوا هذا الجمهور اللي راه عطشان بزاف. درنا فرقه هذا العام ان شاء الله وعندنا ثقه في الجمهور هذا، وان شاء الله نبشروه بالخير هذا الجمهور هذا اللي راه عطشان بزاف. ان شاء الله تكون، ما نقدروش نقولوا صعود، مي مقابله ان شاء الله نحسنوا الامور وان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله.